بس لا، إذا أنت عقلانية دانة صح أو علاقتك مع الوالدة فيها عقلانية وأقنعني صح وأقنعك، مو صح كل الناس كذي. في بنات تينيجرز مثلا على 17 و15 سنة اوكي تطق ريل بالسماء وريل بالقاع، أنا أبي نفس الجنطة اللي عند صح دانة، صح أنا أبي نفس الساعة اللي صح شاريتها نهى نبيل، أنا أبي. فهني يصير مشكلة في الأسرة، يقول لك احنا اي ملينا بس هذا دور منو؟